في البداية بس عايزين نعرض للخلاف اللي كان داير لفترة طويلة جدا في الأوساط الأدبية في العالم كله منذ 3 قرون مثلا، ما بين أيهما أهم، الشكل أو الأسلوب أم الفكرة والموضوع. طبعا الخلاف ده كان داير ما بين ناس بتميل أكثر إلى الشكل وسموهم الشكلانيين، وناس كانت تميل أكثر للفكرة أو الموضوع الذي يتناوله العمل الأدبي، وكان السجال دائر ما بين هنا وما بين هناك. لكن كان في بعض الناس بيحاولوا ان هما يوسطنوا الامور ويروا ان الشكل، الطريقه التي اكتب بها، والموضوع الذي اكتب عنه، الاثنين بنفس الاهميه. ويمكن ده يتجلى في كلام هنري جيمس اللي بيرى ان الشكل والموضوع بالظبط زي الخيط والابره، لا يمكن لاحدهما ان يستغنى عن الاخر. عندما اختار الموضوع الصحيح واستخدم لي الكلمه المظبوطه والقالب المظبوط، اكون انا دلوقتي وضعت بذره لجنين اسمه الروايه. في الواقع برضو، ولان احنا يعني في فتره صعبه شويه من بالنسبه يعني ادبيا يعني، فانا بقرا ان الشكل هو ما يعول عليه اكثر على الاقل في هذه الفتره، لان الشكل او الطريقه اللي بكتب بيها، الاسلوب الذي اكتب به، هو الذي يضمن لي وجود كاتب قوي محتمل. لذلك فانا بعول اكثر على الطريقه او الاسلوب او التقنيه اللي بيستخدمها الكاتب للتعبير. الموضوعات موجوده بكثره، ممكن ان اتناولها باي شكل، لكن وجود الكاتب الفذ الذي يتناول هذه الاشكال وهذه الطرق الغير مطروقه بشكل ادبي روائي جميل، هو ده ما نحتاجه اليه. هما كانوا عشان يبسطوا، بيقول لك الفكره بدون شكل او اسلوب لائق تضعف وتبهت، والشكل بدون فكره لغو ولعب. ليه الاسلوب؟ ليه الاسلوب انا خليت له حلقه لوحده؟ لان بصراحه الكاتب كما يقول جورج لويس لوكلير، الكاتب هو الاسلوب. الكاتب هو الاسلوب. بمعنى ايه؟ انا مثلا من كثره قراءتي لطه حسين والعقاد والحكيم، استطيع بمنتهى البساطه لو اتيت لي بنص عشوائي، باراجراف عشوائي، استطيع ان احدد لمن هذا الباراجراف بمنتهى الدقه. فالكاتب بيضع جزء من ذاته في طريقه كتابته. بلاش حتى الكتاب مثلا ان هم اللي كانوا مكفوفين مثلا طه حسين، هذه الاجزاء الشخصيه جدا في ذواتهم كنا بنستطيع ان احنا نتتبعها في كتاباتهم. لما جه مثلا يختلف مصطفى الشجع مع طه حسين، قال جملة عجيبة جدا، قال إنه كاتب يملي، لم يقل إن هو أعمى ولكن يملي. وهذا هذا الإملاء الذي هو بسبب فقدان بصري بيعطي طابع معين في كتابته وفي نثره الذي كان يكتب به. أمتلك فكرة عظيمة ولا أمتلك أسلوبا عظيما، فسوف تصبح وهباء منصورة، يعني ما مش هيكون ليها أي مش هيكون ليها أي معنى، ومش هقدر أطلعها بالشكل الجيد الذي يمكن أن تقبل عليه الناس. في الأسلوب إحنا عايزين، يعني يوسا كان قال لنا إن الشكل الروائي بينقسم للأسلوب والنسق. أنا بعمل يعني جزء مختلف شوية، فبقول إن الأسلوب هو بينقسم لحاجتين، اللغة والنسق. النسق اللي هو هنكمل بعد فيما بعد بيه، اللي هو هنتكلم فيه في الشخصيات والحوار والسرد والراوي وما إلى ذلك، هذه المعطيات الكثيرة التي يمكن أن تشكل بها روايتك. لكن النهاردة هنتكلم عن اللغة الأدبية. أولا، أنت ككاتب لابد أن تكون يعني على علم بعلم بالبلاغة، بالبيان، بالفصاحة، ولازم ندرك هذه الأشكال المختلفة من اللغة، لأن اللغة أنا بقراها هي المادة الخام التي نبني منها البناء الروائي. إحنا لو اتكلمنا هنقول إن الأسلوب هو الهندسة، الكتابة الروائية هي نوع من أنواع الهندسة. بنستخدم ليها مادة خام اللي هي اللغة، وبنستخدم ليها نسق أو تخطيط، ما هو النسق اللي هنتكلم عنه. هذا التخطيط اللي هو زي ما قلنا هو النموذج الذي أبني عليه الرواية. طب النهاردة هنتكلم عن
المادة الخام التي نكون منها الرواية. اللغة، ما نشوف فلوبير، جوستاف فلوبير، صاحب في الأوساط النقدية والأدبية كلها، يقول يضربوا لك المثل بجوستاف فلوبير بأنه صاحب الكلمة الفلوبيرية المضبوطة، الكلمة الموضوعة بشكل واعي جدا وبشكل ذكي جدا في سياقها. عندنا إشكاليات في اللغة، عندنا إشكاليات في اللغة، عندنا الفصحى والعامية، ودي هنتكلم عنها فيما بعد، عن السرد والسرد والحوار، وسوف نفصل هذه الجزئية فيها. عندنا المرادفات، إيه المرادفات؟ في اللغة العربية لازم نفهم تماما إن لا توجد كلمتان متشابهتين أو متسابقتين تماما في اللغة العربية. طيب دون معناه إيه؟ معناه إن هناك دائما كلمة أفضل للسياق اللي إحنا بنتكلم عنه. طبعا الكلام ده، الكلام أنا عارف إن هو كلام صعب وشاق، ولكن الكتابة فعلا هي مجهود مبني. فأنا إن أنا أبحث عن الكلمة المضبوطة التي تخص هذا السياق من الكلام الروائي أو من الحوار من الكلام السردي الذي أكتب به الرواية، ده أمر مهم جدا لازم أكون على وعي بيه. فقعد غير جلسة، جرى غير رقدة، لكل كلمة معناها المحدد وسياقها المعروف الذي يجب أن تضعه فيها. ويمكن عشان يعني عندنا كتاب عظيم جدا اسمه ابن هلال العسكري اسمه الفروق اللغوية، قد يعني يساعد إن احنا نقدر نفهم هذه التفصيلات والفروقات البسيطة ما بين كل كلمة والأخرى. الجزء الثاني أو المشكلة الثانية استهلاك التشبيهات، وأنا برأي إن هو إن التشبيهات يعني كما كل شيء يتم استهلاكها. بمعنى إيه؟ فأنا أرى مثلا، أرى أن أول ما نستخدم جملة أو هذا التشبيه إنه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكان رجل موفق جدا وكان مبدع جدا وكان مجدد في هذا التشبيه، لكن إن إحنا بعد 1000 سنة من استخدام هذا التشبيه ولازلنا نستخدمه بنفس الأسلوب وبنفس السياق وبنفس الطريقة، فده يعتبر استهلاك. وفي حاجة مهمة جدا في اللغة لازم نعرفها، هي اللوازم اللغوية أو الآفات اللي بتنتشر في السياق السردي وإحنا مش واخدين بالنا، زي إن وأن وكان و أو، هذه الكلمات التي تضعف من قوة السرد لابد أن نستخدمها باقتصاد. للأسف هي هذه الكلمات بتتخلل الكلام السردي بدون قصد منا، ولكن إعادة الكتابة مرة أخرى والبحث فيما كتبت دون بيفرق جامد في إن أنت تنقي جملك من هذه الشوائب وتصل إلى المعنى والتركيبة اللغوية الصحيحة. يمكن في سياق هذه التركيبة اللغوية الصحيحة نضرب مثل بجوستاف فلوبير. وجوستاف فلوبير زي ما قلنا هو كان صاحب نظرية الكلمة الدقيقة، والكلمة الدقيقة زي ما قلنا إن هي الكلمة المناسبة تماما للموقف الروائي الذي أتحدث فيه. كان جوستاف فلوبير إزاي بيعرف إن هو وصل لهذه الكلمة المضبوطة؟ كان بيخرج قدام البيت بتاعه، كان في طريق اسمه طريق الصراخ، سموه طريق الصراخ، ويفضل يقرأ ما كتبه بصوت عالي ويصرخ ويقول بصوت أعلى إلى أن يشعر بالتناسق والتناغم الموسيقي لجمله. فإذا وصل لهذا الحد من التناغم والهارموني يشعر أنه قد اختار الكلمة المضبوطة، وكان يعني يستهلك يوما كاملا لكي يختار كلمة محل كلمة. فده أنا بقوله يعني كانون هو إيه، نشوف تجارب الأدباء وإزاي إن هما كانوا بيبذلوا من جهد ومن طاقة لكي يصلوا بنا إلى هذا المستوى اللي إحنا وصلنا ليه. من المشكلات في الأسلوب شيء مهم جدا، إحنا لسه هنتكلم حاجة اسمها التوابل اللغوية، هنتكلم عنها دلوقتي كمان شوية، ولكن أنا عايز أقول إن من المشكلات اللي أنا قابلتها كثيرا في الوسط هو الاستنساخ الميكانيكي، وده لفظ أطلقه يوسا على من يحاول تقليد واستنساخ طريقة كتابة أحد الكتاب المعروفين ذوي السطوة في كل زمان. يعني مثلا بورخيس كان مشهور جدا وكان له يعني معادلة وله طريقة في الكتابة صعبة وغاية في المشقة، كل فكرة بيختارها اللي يتحدث عنها لها أسلوب خاص جدا
وليها طريقة خاصة جدا وليها نسق خاص جدا بيبنيها بناء وفق هذه الفكرة. لذلك فأنت لا تستطيع أن تتفرق ما بين أسلوب برخيص والفكرة البرخيصية. بعد برخيص جاء آخرون مقلدون يقلدونه ويستنسخون طريقة كتابته، فكانوا بيعملوا فصل ما بين السياق الفكرة والأسلوب، فكانوا بيعيدوا كتابة أفكار مختلفة خاصة بيهم بطريقة برخيص، فكانت بتطلع سخيفة جدا وسيئة جدا ولا تتفق وجمال أسلوب برخيص في شيء. فالاستنساخ الميكانيكي ده احنا مثلا حاليا أغلب الكتاب يقع تحت سلطة الدكتور أحمد خالد توفيق، وهو كاتب بمناسبة عظيم جدا ولا أشكك في قدراته، بالعكس أنا تعلمت منه الكثير وأنصح دائما الذين يريدون تعلم أساليب الكتابة الأدبية إن هم يقرأوا السلاسل الخاصة به، لأنه استطاع أن يلعب شتى وشتى الطرق الممكنة لكتابة الرواية. أنيس منصور لما في يوم من الأيام اتصل بالعقاد وأثنى على مقال له كتبه في جريدة، تحير هذا المقال ليبحث فيه مرة أخرى، فوجد أن روح العقاد تحل في هذا النص، فما كان منه إلا أنه قطع المقال إربا وأعاد كتابته أكثر من 30 مرة حتى وجد الأسلوب الأنيسي الخاص به. لازم فعلا إن أنت يكون ليك أسلوب خاص، زي البصمة لا أحد يشبهك ولا أنت تشبه أحدا. ده طبعا بيتطلب مننا مجهودات عظيمة وجهد. من الأشياء التانية اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة حاجة اسمها توابل الأسورين، وده يعني أنا لفظ استخدمته زي ما هو زي ما أورده يوسف في كتاب الله. وأسورين هو كاتب أساسا وروائي. بيقول أسورين إيه في عشان بس نقدر نلخص هذه: يكتب الأديب نسرا سليما فصيحا، فلا ينفع هذا النسر شيئا دون توابل الرشاقة أو الغرض السعيد أو التهكم أو الازدراء أو السخرية. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الكلام المكتوب في الرواية ليس مجرد صرصرة وليس مجرد حكي وليس مجرد كلاما هائما نكتبه وكفى، بل هو كلام موجه وله غرض معين يخدم هذا الغرض. أنا مش بكتب وخلاص، أنا بكتب لأن أنا عايز أوجه دفة هذه الكتابة في اتجاه معين وفي طريق معين، هو الفكرة الخاصة أو التي أنطلق منها. فلابد أن نفهم جيدا أن الكلام ليس مجرد إطناب وليس مجرد يعني حكي وكفى. لو رأيت أن كلامك لا يدفع الحدث الروائي أو يكشف جانبا نفسيا مختلفا في الشخصيات أو يكمل فراغا وفجوة ما في السرد، فلا بد أن تتخلص منه على الفور. ودون هنرجع له تاني في آخر حلقة من حلقاتنا، وهو فضيلة القص والقطع والتخلص من الأجزاء التي تبدو وكأنها نتوءات في النص الروائي. نقطة مهمة أخرى، أنا لما باجي أكتب لازم أكون جملتي الروائية جملة استثنائية جديدة لها واقع مختلف ومبهرة خاصة بي أنا وليست خاصة بأحد. لو أردنا التعبير عن ركوب حلزة صشرة في هذا العالم، فممكن مثلا نقول جملة، نقول كل شيء انقذر مقرف لا شيء يبهج. دي جملة تمام، ممكن نديها 2 من 5، لكن ممكن أقول جملة تانية: لقد سيطر القبح وتملك القرف زمام الأمر. دي جملة أعلى، دي جملة أعلى، ممكن أديها 3.5 من 5. طيب أما أشوف مثلا كاتب زي إبراهيم عبد المجيد في روايتي بيت الياسمين، كيف عبر عن القبح بأسلوبه الروائي الخاص؟ نشوف مثلا هون في صفحة 86 بيقول: وبيج هذا هو الذي طرد الله من أرضه حول مساكن البلدية بكوم الشقافة، وهو الذي مال الأرض بخيام الإيواء. أنا لست حمارا كما تتخيلون، إنني أفهم وأفهم وأفهم، وأعماني أمل بسيط جدا أن أجد امرأة أتزوجها فتزداد عزلتي وأعيش لها ولأبنائها ويزداد غنائي. هذا الأمل الذي لا أحصل عليه ودائما أنساه. شوف الجملة الذي يقول فيها أن بيجن هذا هو الذي طرد الله من مساكن البلدية بكوم الشقافة. طبعا هنا الجملة هي تعتبر صادمة، ولكن لما نيجي نتخيلها هنجد إن هو لا يقصد الله بذاته، ولكن يقصد تجليات الله، هذه التجليات التي نراها في المناظر الجميلة من منطلق أن نقول أن الله جميل يحب الجمال. فهذه
الأشكال الجميلة التي صنعها عبد الله. جاءت الرأسمالية متوحشة فأزالتها وأحالتها إلى بيوت مشمطة من الخرسانة والأسمنت. شوف الجملة هنا، هو ادتنا إيحاء وادتنا براح من التأويل إزاي. هذه هي الجملة الأدبية التي أستطيع أن أعطي صاحبها 5 من 5. الشيء مهم تاني هو إن الجملة لابد أن يكون لها أكثر من بعد، ولكن لابد أن يكون لها أكثر من طريقة ممكن أفهمها بيها. زي ما إبراهيم عبد المجيد إن هو الرجل هنا تحدث عن حال عصر السبعينات الذي بدأ فيه الانفتاح على أوروبا وأمريكا، وإزاي إن إحنا خسرنا أشياء أصيلة جدا في طبيعنا وحياتنا المصرية بسبب هذا الانفتاح الغير مدروس في هذه الفترة. هذه الأفكار التي تتداعى إلى مخيلتي وأنا أقرأ عملا روائيا هي النقطة التي يجب أن نناضل من أجل أن نصل لها. إن إحنا إزاي إن أنا أقول جملا استثنائية جديدة لها أبعاد ولها نكهة خاصة بي ولها طابع مميز وتقول أكثر مما يبدو. إزاي تكون جملتي بتساوي أكثر مما هو مكتوب. ويمكن يعني من أكثر الأدباء الذين كانوا يلعبون بهذه اللعبة بحرفية تامة كان كافكا، الذي تشعر أن هناك براح وفراغ في أعماله، ولكن الكلمات القليلة التي يتكلم بها والتي يكتبها تعطي لك براحا في التأويل. من البحث عن أسلوب خاص بك هو التحدي الأكبر في طريق كل كاتب، ولا يتأتى لأحد بغير جهد وسعي دائبين. الحل الوحيد هو الكتابة المستمرة والقراءة وتجاوز النصوص التي تعجبك وتبهرك، وتبحث في دهاليزها وتأخذ من هذه الدهاليز ما يخصك وتبني عليه. في الشعر يتعلمون الشعر، فكان الأساتذة يقول لهم احفظ 1000 بيت من الشعر، فعندما يحفظون 1000 بيت يرجعون إلى أساتذتهم فيقولون لهم اذهبوا لتنسوا هذه ال1000 بيت، فلما ينسوها يقولون لهم الآن ابدأوا بالكتابة. طب ده معنى إيه؟ معناه إن أنا باخد السليقة الشعرية، باخد الطابع الشعري، باخد التقنية الشعرية الموجودة في أشعار وقصائد العظماء من الشعراء، وأخدها أكرسها أنا وأبني عليها شخصيتي وطابعي المميز الذي يكون منهجا ممتدا لي إلى ما بقي لي من عمر. لا يستطيع أحد أن يعلم أحدا كيف يكون له أسلوب خاص. هذه هي الرحلة المرهقة التي يجب عليك ككاتب أن تقطعها وحيدا وسط آلاف الأدباء. في تحدي كبير، أنا عارف إن أنت يكون لك طابع خاص ومذاق مختلف لا أحد يمتلكه. طيب إيه الخطوات الممكنة اللي ممكن تساعد في إني أستقي ويكون لي أسلوب خاص؟ أولا القراءة المستمرة ومراقبة نفسك جيدا أثناء الكتابة. الكتابة المستمرة وإعادة الكتابة. لكل كاتب ركام من الإنتاج الأدبي المطمور والذي لا ينشر قط، هو بمثابة المحاولات الأولى للبحث عن موضع قدم. نكتب ونكتب ولا نتعجل أبدا خطوة النشر، لأنها سوف تأتي إذا أنت راعيت هذه الخطوات التي نتكلم عنها. الاستعانة بصديق ناضج واعي يبحث معك عن فخاخ الأسلوب والأجزاء التي قد يتسرب إليك من خلالها كاتب ما، لابد أن تصد هذه الثغرات. طيب القراءة، لازم نرجع تاني للقراءة المستمرة. القراءة المستمرة والقراءة زي ما قلت بوعي، وألا نكون متلقين وكفى. لا، احنا لازم نكون بنقرأ بوعي تام ونبحث عن روح كل أديب، ونشوف ازاي ان هو القراءة ايضا في تجارب الأدباء زي ما بنتكلم عن جوستاف لوبير ولا بوكوفيسكي ولا ميلان كونديرا، كيف استطاع كل واحد من هؤلاء ان يكون له طابعا ومزاجا مختلفا عن الآخرين. النهارده التدريب اللي احنا هنتكلم عنه هو هنكتب النهارده عن فكرة محددة. شخص ما رجع من الغربة
ليجد كل شيء في بلدي قد تحول. القبح سيطر على كل شيء، الأخلاق مظاهر الحياة كلها اختلفت. كيف سيعبر عن هذه التجربة في كلام أدبي روائي بسيط؟ التحدي إن إحنا هنكتب هذا الكلام 3 مرات ب3 أشكال مختلفة، نشوف كل مرة الاختلاف. ومش بس مش بس الاختلاف، يعني عايزين نستخدم مرادفات مختلفة، نستخدم رؤية مختلفة، نستخدم كلام جديد في كل مرة، بحيث إن إحنا يكون عندنا تقريبا 3 نصوص مختلفة عن فكرة واحدة. لو قدرنا النهاردة إن إحنا نبحث ونشوف أي هذه الأشكال أقرب إلى شخصيتنا، نمسك فيها ونطور هذه الجزئية، ونحس إيه إن هي دي فعلا اللي ممكن تكون امتداد لكتابتنا فيما بعد.